محيطها تتكفل بكل ما هو موجود لهنا. أنا سعيد، كل سعادة نلتقي معكم مرة أخرى في هذه الولاية بمناسبة إذن هذه المراسيم اللي أعلن من خلالها على تنصيب السيد سليم حريزي كوالي لولاية خنشلة المجاهدة البطلة، منتظرا منه أن يعمل حتى يعطي أكثر إضافة إلى ما قام به سلفه السيد يوسف محيوت، والحمد لله كان جدير يعني بالاحترام والاستحقاق، لذا احنا تكون مواصلة لنا الديناميكية.